الشتاو برد كيباش انا الشتاو برد برد الشتاو كيعيش مسكينه في الزنقه كيعيش في الزنقه مسكينه 3 سنين هو معانا كنعتذروا على انقطاع البث الاول بحكم ان كان مشكل في الصوت كنتمنى على انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للجميع المغاربه ويوصل للعائله ديال هذا الشخص اللي هو محسن كيبات غير في الزنقه في المنطقه ديال الولفه بالضبط شارع واد الدرعه الساكنه خايفين عليه لا توقع عليه شي حاجه خايبه في الشارع. شوفوا كيفاش مخشي في هذه المنطقه. السيد كيبلغ في العمر تقريبا واحد 70 عام واحد 70 عام ما بين 60 حتى 70 عام لا حتى 70 والفوق. السيد كبير في العمر وكيعيش في الزنقه الاخوان في هذا البرد هذا. تخيل معنا حنا لابسين حوايجنا ومريحين في ديورنا ومغطين وكيجينا البرد، فما بالك هذا السيد مسكين اللي كيعيش في الزنقه الشتا والبرد عليه. غير الناس اللي كيروفوا عليه مره كيتعاونوا معاه كيجيبوا ليه ماكله كيجيبوا ليه مانطاس، ولكن خاص تدخل ديال الناس المسؤولين، خاص تدخل ديال السلطات المحليه خاصه باش يديوه لشي دار العجزه او المركز ديال الايواء المتشردين في المنطقه ديال تتملين. هو راه كيقول من العونات كيقول من هذا عاقل شويه هو عاقل شويه هو سمعت ايش قال لك انا من العونات من دكالة ما هو مشى دابا ها هو غيمشي دابا الاخوان ما يمكنش نخليوه يمشى سي ياسين بطبيعه الحال انا السيد خصي دار ليه شي حل الله يدير شي تاويل ديال الخير الله يدير شي تاويل ديال الخير. كنتمناو من السلطه تدخل خصوصا الشخص هذا كيبات في شي طوموبيل كيبات طوموبيل تما كيبات في واحد طوموبيل تما السياسين تفضل السياسين انت على المباشر دابا حاول تقربنا بخصوص هذه الحاله ديال هاد السيد هذا اللي كيعيش تشرد في المنطقه ديال الالفه. تفضل السياسين مشى دابا مشى فين غيمشي دابا السيد شوف عافاك سي شوف معاه سي شوف معاه حنا هنا شوف الاخ حمزه هاد السيد هذا راه 3 سنين هو كيبات في هاد البلاصه هذه البلاصه على مستوى شارع واد الدرعه اللي نازل لدار زماط عمل الحي الحسني والفحي الحسني. هاد السيد هذا في البرد في الشتاء حنا دابا راه ثلاثه ولا اربعه ديال المان وكيجينا البرد صاحبي اما بالك انسان موسينا صاحبي انسان موسينا صاحبي كيبات في الخلا بعض المرات كيبات هنا في الطوموبيل بافا كيبات غير هنايا حتى السيده قالت لك بانه شي نهار بات في شي طوموبيل واش عفا العافيه طوموبيل يعني خلاوا ليه الميكانيسيان واش عفا العافيه عنده حتى مرض نفساني لا مرض نفساني عنده مرض طبي. هاد السيد هذا شتيها سي نشوفوا السيد هو كيعرض تحياته للخطر صاحبي شوفوا كيمشي في الحافه ديال الشارع باش غادي يبات الحاله ديالو صعيبه سياسيه صعيبه هاتها ها هي ها الحسنات اللي بغى يديرها الا من يهمه الامر انا كنخاطب المسؤولين كنخاطب المسؤولين بعض الناس اللي السيده قالت لك ديجا كان كيبات شي طوموبيل واش عفا العافيه وجراو عليه هاك هنا حرقه ما بقاش كيخليوه حرقه واحد طوموبيل واش عاد شي حاجه واش بغى يسخن شي حاجه شعل شي حاجه شعل بالشمعه فين هو فين هو ها هو فين مشى فين صافي ها هو هذا باميلون ها هو باميلون هذا هو المأوى ديالو يا اما تيكون في هذه البلاصه هذه يا اما تيكون هنايا في الانترسيكسيون ديال واد الدرعه مع الطريق ديال اللي كطلعك مولاي تهامي ودار زماط. السيد هذا راه خصو العنايه السيد هذا ما خصوش يكون هنايا هذا خصو يكون دور العجازه في مركز اللي كيحتوي اللي كيعوي الناس اللي بدون مأوى. وباش نضيف لكم هذا السيد هذا راه تقدر تكون 100% كيقلبوا على عائلته لان على حساب حنا ما يشاع وما يقال ان راه كينحدر من المنطقه ديال العونات وقال لك باقى العائله ديالو حاليا قال لك في العونات في الدكاله هاكا السيد ها هو باميلود مسؤولي الله يرحم لكم حنا كنشوف حنا كنرحم لكم الوالدين على الخدمه ديالكم باش اللي ما بقاش على شي بلاصه يعطيه اتساع واش ما كتشوفوش ما كتراقبوش واش ملي كدوزو هنا ما كتعرفوش شنو واقع
يعني هذا الدور ديال اعوان السلطه، هذا الدور ديال اعوان السلطه والدور ديال 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 اي مسؤول، اي مسؤول كيتحمل المسؤوليه وخد الصوت الصوت ديال المواطن. شحال شحال من عام هو هنايا؟ 3 سنين هو هنايا. خرج مع جوج كلي كنلقى السكت صب على كيترعد بالبرد، بالبرد كان الحمد لله اتصلوا بينا الناس ندخلوا لدارنا بلغونا شفنا السيد هذا والله العظيم. يعني يقدر يطرى لي شي حاجه لداخل في الدار ولا يعني ما قدرتيش تغامر في هذه الوقيته؟ في هذه الوقيته صعيب دير الخير. شوف شوف بالله عليك، والله الا بالله عليك دوز كتشوف هذا المنظر هذا اللي مؤثر. شرف شرف الله قدركم من الريحه اللي الريحه كريهه اللي كتصدر منه. ولا كبير الريحه، الريحه ماشي. ولكن شكون اللي كيعاونوا؟ والله العظيم غير بعض المواطنين هنايا. المواطنين هنايا كيعاونوا. القوانين سيدي القوانين 30 وما عندوش من يحط المال كتصبح عليهم الشتا كيتسردوا كيتلاحوا. الحمد لله الخير موجود والبلاد زينه. علاش حنا نضربوا كاس افريقيا كاس العالم؟ كاس العالم 2030 في الطريق. يعني هنا خاص خاص السلطه تتدخل. ولادي ناسي امي ناسا وهذا راه كيتسمى بحال الاب ديالي. هذا راه احد احد الساكنه احد الساكنه ديال هذه المنطقه اللي قريب من هذا السيد هذا راه كيهضر بالحرقه ديالو. راه الحرقه والغيره هي اللي كتخليه راجل مسيب في با في باك في خويا في خوك. شنو رسالتكم للعائله ديال هاد؟ شوفوا العائله ديالو ولا السلطه خذ السيد من هنايا يمكنش نشوفوا بهالحاله وانا غادي ناكل خبز. يعني خاص خاص المسؤولين يتدخلوا. خاصهم يتدخلوا بهادي تقريبا ما كيشوفوه. شوف الاخ حمزه عمي وداك السين واعيش معنا انا. السيد هذا شبخ شي في غار انا راه في شارع عام اصاحبي راه امام الملا راه غير هنايا في الدور. انا كاين هنا محلات تجاريه راه كيبقاو حالين هنا حتى 2 ديال 3 الصباح ديال الماكولات السريعه والمشروبات وال... حنا الله يسهل علينا اي واحد. وكيفاش انت كتخشي بغلاف فمك وواحد اصاحبي ناعس في الزنقه عرضه للبرد وعرضه للمصائب الكحله والحشرات كيفاش كتعطيك خاطرك اصاحبي؟ السيد باش تنقدو ما يمكنش انا نخرج بالصباح نخرج بالعشيه ويبان لي بالكربوس بحالكم غودنا لكم باش تسوقوا. كاين الحمد لله الامكانيات كاين البوسيبيليتي باش هذا السيد هذا ما خصوش يكون هنايا نخرجوا ونراقبوا ما فيها عيب. هذه راه خدمتكم هذه شوف ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. كيفاش انت كتحط راسك واحد ما لقيت حتى باش يتغطى في الزنقه ولا ربما تيبان لي حتى الناس مسؤولين كاين بعض الناس اللي في الصالح ديالهم ما كيوصلوش بحال هاد الحالات هادو ما كيوصلوش لهم. حنا بدون ذكر الاسماء هاد السيد هذا راه كاين في بني لود. شوف كاين بزاف من بني لود ولكن هذا الحالة ديالو ولكن حنا كنهضرو على هاد الحالة باينة بزاف. وشوف ويشاع ويقال أن هاد السيد هذا عنده ملاكات وكانت عنده فلوس كثيرة ومشات ليه ولا عرضة للزنقة. وحنا هذا تا رسالة تنتمنى من الله تا اللي شافو وحنا نوريكم لما كان فين كاين ربما يكونوا تا العائلة ديالو تيقلبوا عليه. حنا كما عرفنا من عنده هو وصرنا من عنده هما العائلة ديالو كاينة في 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 باقي الوالدين عنده تما باقي عنده الاراضي باقي. ولكن السيد شوف كيعيش اصاحبي. احنا دابا شوف انا كنهضر معك انا دابا فيا البرد اصاحبي ما كتغطى لزوج منطات وفيك البرد. شوف هو باش باش مغطى اصاحبي ما لابس والو لتحت ومنطه رقيقه كتصب عليه الشتا ما كيبقاش حشمه تيشوف الشتا كتلاح الغد حشمه تيشوف فينا حنا كنصورو ما كاينش فين يضرك. حنا ما كنتش تيري المنطه تغطى بها كتصب عليه الشتا كتلاح بالزبل. ها هي دابا 3 من الواحد 3 المنطات من الواحد باغي غادي يخزنهم ما عندوش فين غادي يديرهم. انت راه كتفوت كدير المال كديرو بالماريو كتسد عليهم هو راه كتصب عليه الشتا كيلوحه. كانوا بعض الناس كانوا بعض الحريفيه هنا كيتساعدوا معاه اللي خدامين هنا طونوري هذا كيخلي له بعض المرات شي سياره ولا جوج كينعس فيها تحرق واحد النهار شعلت فيها العافيه الطونوبيل وكل مات هذا السيد هذا شعلت ليه العافيه وما تقدرش شي واحد يجي يدخل عنده للدار ولا كتعرف مسؤوليه صعيبه باش من صيفه باش غيدخلوها صاحبي وغير قانوني حيدوهم على قبله حيد الطونوبيل جرينا كتشعلت العافيه هنايا فين غينعس هذا السيد هذا؟ ما كاينش فين راه كاين مراكز طاطي في الليل راه مؤسسات اللي كتعوي بحال هاد الناس هادو خدمة صاحبي
واحد من الكرسي راه خرج صاحبي الارض الواقع الميدان وانا بخدم وزعيني بحال هاد الناس هادو حشومه صاحبي كاع. واش كدوز صاحبي تفرعص بالطوموبيل واللبس وواحد الحاله كتشوفها واش كتلذذ كتستمتع بالانسان بحال هاد الناس صاحبي؟ حنا كنهضروا بحور حنا ما كنطعنوا في حتى شي واحد ما كنقذفوا في حتى شي واحد غير نعتوا البلاد زينه وكاين بعض المسؤولين اللي الله يجازيهم بخير ولكن واحد الخير الله يسمح لنا ولا شكرا 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 قناه شوف تي في اللي ديما سباقه هذا واجب بالعكس هذا واجب اخوان نحاول نخلي لكم بلاصه فين كاين هذا السيد هذا باش العائله ديالو الا كانت كتفرج في هذا اللايف تجي تشوف فين كاين نيشان نيشان تما كاين شارع كاين سبيطار الحسن مرحبا هاد البلاصه هذيك كيقولها ارض زمان هاد البلاصه كامله كيقولها ارض زمان الرحبه القديمه الرحبه القديمه د الحي الحسن غنوريها لكم فين كاينه الرحبه القديمه فين كاينه نوريها لكم دابا الرحبه القديمه كانت هنايا هاد الشارع هذا كيطلعك للشاويه كيطلعك لمحلاب الشاوية كيطلعك لمحلاب الشاوية كيطلعك لمحلاب الشاوية هاد الشارع هاد الشارع كيطلع لمحلاب الشاوية كاينة واحد القهوة تما سميتها قهوة موروكو أولا قهوة المغرب ياك مقهى المغرب ها انتم الإخوان هاد الفروج هذا إلا كملتيني تمشي سعد الخير إلا كملتي على اليسر غتمشي لسبيطار الحسني هذيك ارض زمان الا درتي من هنايا غتمشي لمحلاب الشاويه محلاب الشاويه راه هي الزنقه الاولى على يدك اليمين الزنقه الاولى على يدك اليمين فين كاين هاد القهوه الشوكه كاين هو هنا على اليمين هنا كيباس هنا الاخوان هنا راه الناس ديال القهوه صاحبي راه هما اللي كيعطيوه هنا فين كيباس هنا فنخليو نخليو على خاطرو نخليو على خاطرو عاوتاني قبل ما يمشي شي بلاصه اللي بغى يجي الاخوان او العائله ديالو ولا شي واحد كيعرفو كيقول لنا بان سميتو با ميلود كيعيش تشرد اكثر من 3 سنين اللي شافو عافاكم وتعرف عليه راه السيد غيقتلو البرد تبقاو